حديث رواه الإمام أبو داود في السنن لكن بسند ضعيف، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. والحديث أي نعم كان حتى في سند ضعف، يعني ممكن يكون ضعيف من ناحية السند، لكن هو حتى صحيح من ناحية المعنى. يعني أتخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنقى القلوب وأطهر القلوب، فبيعلمنا الرسول أن لما إنسان يتكلم على إنسان آخر أمامك فربما يغير هذا محبتك لهذا الشخص. شوف الرسول يقول لك: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا وأنا سليم الصدر. لما يجي لك واحد يتكلم على على فلان من ورائي مثلا، فأنت النفس البشرية ضعيفة، فمن المؤكد أنك أنت أن قلبك سيتغير سيتغير عليه بسبب هذا الكلام. فلذلك الرسول يقول: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد عن أحد شيئا.